السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. فيديو راح نلخص لكم سما على الكلام اللي راهو يتداول بزاف في مواقع التواصل، خاصة في البلاطوات راهم يتكلموا كلام. حتى البارح مسعود راني حطيت لكم الفيديو اللي كانوا يتفاعلوا معه بزاف جماهير لما قالوا المنشط وفروا لهم كلش وداروا لهم كلش وعملوا لهم كلش. قال له مسعودان ما تزيش تكلم هذا الكلام، قال له عيب، ماما تفرح تقول الجزائر الحمد لله راهي قادره توفر هذا الشيء كله لفريقها الوطني. ونزيد نقول لكم باللي من زمان وهي الدوله الجزائريه توفر كل شيء للفريق الوطني بالدليل القاطع بالفيديو بالميكروات بالميكروفون هذاك الوقت يهضروا معاهم كل شيء موفر وبأية طريقة وأي وش من مكان وش من بلايس وش من ماكلة وش من قعدات وش من آلات وحدهم ما كان حتى واحد. شوفوا الدولة الجزائرية من زمان من 82 من قبل وهي توفر وما كانوش عندنا إمكانيات هذه. تشوفوا التوفير تاع 82 والتوفير تاع دوك كيف خص غير البورتابل، خص غير البورتابل باش نعرفوا بلي رانا في 2024. صدقوني غير الدولة الجزائرية غير من الدول اللي توفر كل شيء لفرقها الوطنية منذ زمان، ماشي غير هذه الخطرة اللي وفرت في هناك في كوت ديفوار لما يقولوا وفر. هذه كما قال مسعودان حجة باش يضغطوا عليها على الجبل بالماضي اللي وفرنا لك كل شيء وانت خسرت. هذه هي، لكن ما جبدوش الفار وما جبدوش الكولاسة وما جبدوش المؤامرات اللي كانوا ضد الجزائر قبل وبعد وأثناء المباريات. كل شيء كان ضد الجزائر من هنا بدأت في البلاطوات شهرين من قبل إلى نهاية المباراة ضد موريتانيا. والغلطة الكبيرة اللي دارت الاتحادية هي حطت الفندق أمام الملعب، وهذا السؤال يبقى مطروح خوتنا، أمام الملعب تحط الفندق، هذا السؤال يبقى مطروح. راح نخليكم مع الفيديو تابعوه مليح، وفي الأخير راح تشوفوا التصريح تاع علي بن شيخ سنة 1982. تصريح تاع علي بن شيخ سنة 1982، تابعوا معنا الفيديو خوتنا الكرام في 5 دقائق. تحية من اليوم من مدينة فارج الفرنسية، المدينة الهادئة والمخضرة اللي تحتضن فريقنا الوطني لكرة القدم، حيث نزل الضيف في هذه المدينة للتحضير والتربص في آخر تربص ليجري قبل انطلاق المونديال. طبعا التلفزيون الوطني خصيصا إلى فارج، ونظرا لعدم تمكننا من مسايرة فترة التربص هذه منذ البداية حيث كان وصولنا يوم الخميس 20 ماي، فإن السيد محي الدين خالف المدرب الوطني يتولى الإجابة عن السؤال. أنا من الجزائر إلى مدينة الزرمات عالية ب 1620 متر ومن بعد يومين ثلاث أيام انتقلنا إلى فارج، لأنه زرمات كان على كل حال يعني المكان كان جميل ولكن فيه صعوبة في التدريب بالنسبة للفريق، في ما فيش ملعب يعني يسمح لكم تدربوا، يعني ما كانش ملعب مليح، وفيها كذلك بعض اللاعبين بعد يومين بدا شويه يعني المرض كان عيان كما بنطلعها. وشفنا بلي مقابلات اللي راح نلعبوها جينا شويه بعاد، وكل مقابله طلبنا على الاقل يومين ما بين يعني الذهاب والاياب، ويومين كل مقابله، وكان فيها 3 مقابلات او 4 مقابلات فيها الاقل 500 او 600 بعد احيان 700 كيلومتر، شيء اللي ما يسمحش للفريق باش يكون يعني في يعني امكانيات مليحه للتدريب. ولهذا طلبنا باش نغادروا المكان هذاك ونشوفوا مكان اخر مناسب، ولهذا انا الوجود نتاعنا اليوم هنا في فارج اللي راكم شفتوا باللي مكان جميل
والامكانيات كلها متوفره عندهم. كلها متوفره الامكانيات كلها متوفره عندهم. كلها متوفره سواء في الاكل او في النوم او في الملعب، والطقس كذلك جميل يناسب كثير. والان الجو هو مليح و أربوس يعني يكون فيه تدريب عادي. قداش تدربوا مره محي الدين؟ يوميا. كل يوم؟ كل يوم خطرتين. مرتين في النهار؟ مرتين، خطره الصباح خطره عشيه. في هذا التحقيق استضيفكم ايها الساده والسيدات لتعيشوا يوما كاملا مع الفريق. الساعه 8:30 صباحا الاخ محمد عليوات ممرض الفريق ينتقل بكل حيويه بين الغرف، يجس النبض، يزن اللعب. الساعة 9:30 تناول طعام الفطور. وقبل الذهاب للتدريب هناك حوالي نصف ساعة استراحة يقضيها اللاعبون في مرح واسترخاء. ملعب التدريب لا يبعد كثيرا عن الفندق. الساعة 12:30 الرجوع للفندق لتناول طعام الغداء المحضر من طرف مجموعة من الطباخين المهر. القيلولة شيء ضروري وعلاجي للرياضي خاصة بين حصتين من التدريب. التربص هذا كما تقول او مليح كل حال، ويا يبان بالبريم ماتش اللي درناه مع باسيا عندنا بزاف ما لعبناش ودرنا مقابله مليحه كما يلزم الحال. بحرنا بزاف هجمات كما يقولوا، ونظن هاد لابريباراسيون اللي انا نديروها هنايا نظن حاجه مليحه اللي تكون لاسبان. شعبان، اولا ما هو شعورك على المقابله وعلى المقابله وعلى التربص على المقابله؟ كل شيء متوفر، حتى خالد محي الدين. واش قال لهم خالد محي الدين؟ قال لهم جانا الملعب بعيد. شوفوا سبحان الله، قال لهم جانا الملعب البعيد، طلبنا التغيير، طلبنا التغيير. شكون يغير لك؟ الدوله الجزائريه هي اللي تغير لك. تعيط منا تعاود تبدل، قال بدل الملعب جاهم بعيد 700 كيلو ولا على سما التربص ديالهم، عاود بدل لهم ملعب قريب وين يدربوا. الاكل من احسن الطباخين، قالها المعلق راكم سمعتوها، من احسن الطباخين. وزيدوا نقولوا الراحه من احسن الاماكن تاع راحه. زيد على ذلك بن شيخ تكلم فمه وعجبوا الحال هذاك الوقت، وهنايا يقولوا لنا باللي بكري ما كان عندنا والو، والان بالفيديو هذا رانا كشفنا باللي كانت الدوله توفر. خوتنا الكرام صدقوني خلونا من هاد الهضرات تاع وفرت وخسرنا. قلنا من بعد البرازيل، ثم البرازيل كما قال مسعودان في بلادها وخسرت بسبعه. علاش حنا عندنا هاد المشاحنات؟ وفرت الدولة بكري توفر، من 82 يتوفر. لو كان نزيدو نحوس في الأرشيف نلقى فيديوهات تاع من قبل 82، نلقاها بغلك خير من هادو موفرة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم حوسنا في الأرشيف جبنا فيديو أنه شكرا للدولة الجزائرية على توفيرها كل شيء للفرق ديالها الوطنية لما تروح تلعب في الخارج، كل شيء موفر، كل شيء. ما تقولوناش دوكا كنا بكري ما عندنا والو، كان عندكم كلش. كان كاين واش كان كاين هذاك الوقت في العالم، كان كاين واش كان كاين هذاك الوقت في العالم، وبالك خير من دوك لا بوليسيون وكذا، بالك خير من دوك. تما البلاصه اللي كنتو فيها بالعاميه نقولوا جنه فوق ارض، هي على كل حال جنه واحد ما يقدر يماجينيها ولا نحن نقولوها برك. جايين دوك تقولوا لنا باللي ما وفرتش وما وفر، ما كنا ما كان عندنا والو بكري، علاش تكذبوا علينا؟ انا في 82 كان في عمري 3 سنوات ونصف في هاد اللاطات اللي راهم فيها، هنا ديجا ميم با هنا كان في عمري 3 سنين، ما نشفاش لهذا الوقت هنايا. جايين تقولوا لنا ها كلش موفر، الهاتف، الاكل، صالات الراحه، سبورت، طبيب واقف معاكم بشهاده لاعبين وبشهاده مدرب. هذا الفيديو درنا باش يسكتوا علينا اصحاب، وفرنا لكم كلش، وفرنا لكم كلش من بكري، وفروا لهم كلش خوتنا الكرام من بكري، وفروا لهم كلش. وزادوا خسروا بالكولاسه في, 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 في المانيا، زيدوا قولوا لنا لا زادوا خسروا بالكولاسه في المانيا، زيدوا هنا قولوا لنا لا هذا التربص تاع المانيا هذا، زادوا خسروا بالكولاسه وال 40 سنه مازلنا نحكوا على الكولاسه، وحنا لما خسرنا دوك بالكولاسه في افريقيا ما بقاوش نهضروا عليها، نسكتوا. نتكلموا اولا على المؤامرات اللي راهي تندار على ضد هذا الوطن العزيز. علاش راهم يديروا علينا هذه المؤامرات؟ حنا على بالنا علاش؟ بكل بساطه لاننا نحن بلد ذو سياده، وخاصه المؤتمر الاخير اللي دارته الجزائر مع كاع 13 دوله خطت يدها على الطابله، راكم شايفين عليه عنده 3 ايام فقط. هذاك هما المواقف اللي خلونا يديروا علينا هذه المؤامرات. حنا نقولوا خير لهذا الوطن ولازم نوقفوا مع بلادنا، ما راني مع اكس ماني مع ايكراك، راني نهضر على الحق. بكري كانوا يوفروا، دوكا كانوا يوفروا. هنا بيناتهم بين هنا وبكري، بين هنا تاع بين بكري وهنا تاع كوت ديفوار خصهم غير هاتف نقال، يولوا شغل بيان، شغل راهم في 2024. خلونا من هذه تاع وفردات، زاد الدولة الجزائرية جامي تخلي على بلادها، على ولادها، لما يروحوا يلعبوا توفر لهم كل شيء بأموال الدولة، هذه هي اللي نقولها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أقول لكم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم، جبت لكم شوية ليزارشيف. تابعونا بقناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.